السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التعارض. إذا تعارض عمومان وقد أمكن جمع لهما فيعتمد، وحيث لا فيوقف الأمر إلى أن يظهر النسخ وترجح جلا، وإن يخصى فكذا، وإن يعم مع الخصوص خصصا كما علم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام محمد عبد الرحمن الديسي رحمه الله في هذا النظم في باب التعارض، ومنهم من يجعله باب التعادل. وقولهم التعارض، هذه العبارة المراد بها التعارض في نظر العالم أو المجتهد أو الباحث، من ينظر في الأدلة، فإنه قد ينعقد في نفسه تعارض، وليس التعارض في نفس الأمر، إنما في نفس من ينظر في الأدلة. فالتعارض ليس في المنظور فيه، إنما التعارض في نفس وفكر الناظر لا في المنظور فيه. دليله أنه بعد ذلك يؤول الأمر إلى عدم التعارض، والمعنى أنه ينعقد في نفسه هذا الشيء يحتاج إلى النظر. وهذا من عظم هذه الشريعة، فتأتي الأدلة على هذا الباب وهذه الطريقة فيجتهد العلماء، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيتسع الأمر ويكون فيه رفق بالمكلفين. فمن يختار هذا القول بدليله، ومن يختار هذا القول بدليله، ولا يعيب أحدهم على الآخر، فهذا يقلده قوم وهذا يقلده قوم، ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد، ليس من الأمور المنصوصة التي يلزم الأخذ بها، ويكون تركها سببه عدم الاطلاع على النص فيعذر بذلك. فإذا تعارض عمومان فالواجب النظر، وعندنا طرق. الطريق الأول الجمع، وهو الواجب إذا أمكن. والتعارض قد يكون بين خاصين، وقد يكون بين عامين، وقد يكون بين دليلين بينهما العموم والخصوص الوجهي. وهذا هو أدق أنواع التعارض، وهو التعارض في باب العموم والخصوص الوجهي، إذ لكل من النصين عموم وخصوص. أما القسم الأول فهو تعارض خاصين، والقسم الثاني تعارض عامين، فهذا أمره أيسر. أما التعارض الدقيق هو تعارض دليلين بينهما العموم والخصوص الوجهي. أما العام والخاص فبينهما العموم، العام المطلق والخاص المطلق، بينهما العموم والخصوص المطلق، فالخاص أخص مطلقا والعام أعم مطلقا، فتخرج الصورة الخاصة من العام فلا تعارض. فإذا وجد دليلان بينهما تعارض كما تقدم، فإن كان التعارض خاصا أو بين خاصين، مثل الحديث المشهور في قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وقالت ميمونة إنه تزوجها وهي حلال كما في صحيح مسلم، وقال أبو رافع كما عند الترمذي وأحمد تزوجها وهي حلال وكنت الرسول بينهما، وهذا بحث كثير لأهل العلم، لكن قصد التمثيل. ولهذا لما تعارض الذي بعض العلم جمع بين الدليلين، لكن الجمع لا يتجه
وغالب الجمع بين هذين الدليلين وجهه ضعيفة، وأرجح الأقوال أن يقال إن حديث ميمون أو حديث أبي رافع أرجح من حديث ابن عباس، وأن أبا رافع كان الرسول بينهم هو أكبر من عباس، ثم ميمونة هي صاحبة القضية رضي الله عنها. النوع الثاني التعارض بين عامين، مثل حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، صحيح مسلم. حديث عمران بن حسين وما جاء في معناه في أخبار كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر قوما ثم قال: يشهدون ولا يستشهدون. الحديث، فحديث زيد بن خالد فيه مدح من شهد قبل أن يستشهد، حديث عمران فيه الذم. جمع العلماء بينهما بأن قيل إن حديث زيد بن خالد في من عنده شهادة لإنسان لا يعلمه، إنسان له حق على إنسان يطلبه وليس عنده شهادة، ففي هذه الحال عليه أن يبادر بإعلام أخيه حتى يثبت حقه، وأخوه يفرح بذلك ويسر بذلك، ولو علم بشهادته لسارع وبادر إليه، لكن أخوه لا يعلم فيبادر إلى ذلك. وحديث عمران رضي الله عنه على غير ذلك، أو رضي الله عنهما في من يبادر الشهادة وغير محتاج لشهادته فيسرع لعدم عنايته بالشهادة وعدم اهتمامه وعدم مبالاته، هذا في الغالب لا يكون متثبتا ولا ضابطا. الشهادة شأنها عظيم. الوجه الثاني أن حديث زيد بن خالد محمول على الشهادة في حقوق الله في باب الحسبة، يشهد في باب الحسبة. حديث عمران حسين رضي الله عنهما في الشهادة في حقوق العباد، ويمكن أن يقال لا بأس أن المعنيين صحيحان لعموم الحديث ولا مانع، والحديث إذا فسر بوجهين، هذه من قواعد العلم أنه إذا فسر بوجهين يمكن أن يفسر الحديث بهما ولا يتناقض الوجهان ولا المعنيان، فلا بأس أن يقال به، فلا بأس أن يقال، إنما حين فسروا بوجهين أحدهما يقابل الآخر، فلا بد من الترجيح بينهما. وتقدم نعم هذان الوجهان فيما يتعلق بالعموم والخصوص، العموم مع العموم والخصوص مع الخصوص. القسم الثالث العموم والخصوص الوجهي، وفيها حديث عدة، حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مع حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا فيه بحث في مسألة الجمع بينهما، مع أن لكل منهما عموم وخصوص، عموم وخصوص وجهي، فجمع بينهما وحمل حديث القلتين على أن ما دون القلتين محل نظر، فإذا وقعت في النجاسة قد ينجس وقد لا ينجس، فلا نحكم بنجاسة مطلقا ولا بطهارته، ننظر، فإن لم تظهر النجاسة حكمنا بالطهارة. وحديث أبي سعيد وما جاء في معناه من حديث ابن عباس وغيره، هذا الحديث محكم عام لكل ما، لكل ما، فيدخل فيه ما دون القلتين ويخرج منه صورة واحدة، وهو ما دون القلتين أنه موضع تأمل نظر، فلا يبادر فلا يحكم بطهارته إذا وقعت في النجاسة مطلقا، بل لا يستعجل لقلته فيضعف عن تحمل النجاسة فقد يحملها. وهناك أدلة أخرى، منها حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، صحيح البخاري. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. الجمهور يقولون إن المرتد يقتل، والمرتدة لعموم حديث ابن عباس، وقال الأحناف إن المرتدة لا تقتل، تعزر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء. الصواب قول الجمهور. ما وجه العموم والخصوص الوجهي؟
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام في الرجال والنساء، ها عام وخاص في ماذا؟ نعم لا حد بدل دينه فاقتلوه، عام عام في الرجال والنساء وخاص في الردة، هو خاص في الردة. طيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن قتل النساء عام في ماذا؟ نهى عن قتل النساء، خاص في ماذا؟ لا نهى عن قتل النساء، المرأة رجل يعني لما نهى عن قتل النساء ايش يكون هذا؟ عام خاص في النساء، خاص في النساء، عام في ماذا؟ لا كل كل أمر في النساء، خاص في النساء، عام في الحربيات والمرتدات، واضح؟ عام في الحربيات والمرتدات، خاص في النساء، عام في الحربيات والمرتدات. حديث ابن عباس عام في الرجال والنساء، خاص في الردة. على هذا إذا كان الأمر كذلك، فإذا كان حديث ابن عمر عام في الحربيات والمرتدات، حديث ابن عباس خاص والمرتدات، أيهما يخص الآخر؟ حديث ابن عباس يخص حديث ابن عمر، فنقول المرتدة تخرج من عمومه فتقتل، ويبقى الحديث على ماذا؟ في الحربيات، لأن ما كانت هذه لتقاتل، واضح؟ فهذا هو وجه العموم والخصوص الوجهي. فقال ما كانت هذه تقاتل، فهو خاص في النساء، خاص عام في الحربيات والمرتدات، عام الحربيات والمرتدات. فنخرج فنقول إن حديث ابن عباس اللي خاص في الردة يقضي على عموم حديث ماذا؟ ابن عمر، ويخص عمومه، فلا تدخل المرتدة، فلا تدخل المرتدة في النهي عن القتل، في النهي عن. ثم أيضا يعني عند التأمل أنا ظهر لي فيه وجهان آخران في هذا الحديث، وهو أولا أن حديث ابن عباس هل هو على سبب أو تقرير حكم مبتدأ؟ ها حديث ابن عباس تقرير حكم مبتدأ في الحقيقة، يعني كأنه قاعدة في هذا النبي قال ذلك. حديث ابن عمر هل قاله ابتداء أو قاله على سبب؟ قاله على سبب، ولا شك أن الحديث الذي يقال ابتداء يكون كأنه قانون عام في هذا، بخلاف ما كان على سبب فينظر في سببه. الأمر الثاني أيضا يظهر عند التأمل أنه إذا كانت المحربية تقتل متى؟ ها؟ إذا قاتلت، فالمرتدة أليست أولى بالقتل؟ أيهما أعظم، الحربي ولا المرتد؟ الحربي ولا المرتد؟ الردة أشد، الردة أشد، ولهذا الحربي قد تعاهده، قد المرتد لا، يعني إن لم يرجع بدأ دينه فاقتلوه، لا مسالمة معه. فلا شك إذا كانت المرتد الحربية تقتل، والنبي قال ذلك. ثم أيضا وجه آخر يظهر أن الحديث سيق في من تحمل السلاح، قال ما كانت هذه لتقاتل فلا تدخل المرتدة، فسياق الحديث ودلالته واضح أنه يراد به الحربية، حتى لو صرفنا النظر عن حديث ابن عباس ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه تقاتل، هذا ظاهر أنه لا يراد به عموم النساء أنها تقتل، إنما المرأة التي لا تقاتل، امرأة حربية جاءت مع الجيش تسقيهم الماء، تطبخ لهم الطعام، تعالج، هذه لا تقاتل ولا تقتل حتى تحمل السلاح وتقاتل.
فهذه الوجوه ترجح وتبين أن حديث ابن عباس واضح في هذا، وحديث ابن عمر لا دلالة فيه كما هو قول الجمهور، لا دلالة على أنها لا تقتل إذا ارتدت. ثم أيضا جاءت الأدلة في هذا عن الصحابة، عن أبي بكر وغيره، في قصص مذكورة في مرتدات التي يعني أخذ الصحابة رضي الله عنهم عموم الأدلة في هذا الباب. وهنا حديث آخر أيضا، حديث ابن حديث لا إله إلا الله، حديث أبي قتادة صحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل حنوج فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صحيحين. في لفظ فليصلي ركعتين قبل يجلس، جاء بالأمر بالصلاة قبل الجلوس، وجاء النهي عن الجلوس قبل أن يصلي، جاء بالأمر بها وجاء النهي عن الجلوس قبل أن يصلي. وحديث أو أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر متواترة، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وعقبة بن عامر وعمرو بن عبسة وابن عباس، حدثني جار مرضيون أرضاهم عندي عمر عقبة بن عامر والصنابحي، حديث كثيرة في هذا الباب، بلغها صاحب العمدة إلى قرابة 20 حديث يعني ذكر الصحابة. فالحديث في هذا كثيرة، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر. في حديث عقبة بن عامر وعمر بن عبسة ذكر أيضا إذا قام قائم الظهيرة، لكنها متواترة على بعد الظهر وبعد العصر وبعد الفجر. أما عن يقوم قائم الظهر هذا ورد فيه أخبار نحو من أربعة، أشهرهما حديثان، حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر، وفيها لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. حديث لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا عام في ماذا؟ في لا صلاة بعد في الصلوات، خاص في الوقت بعد الصبح بعد الفجر خاص، ولا صلاة بعد الصبح لا صلاة. حديث أبي قتادة قال فيه إذا دخل حنوج فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص في الركعتين، عام في الأوقات، عام في الأوقات، وذاك عام في الصلوات خاص في الوقتين. وعلى هذا ما دام أنه عام في الصلوات في النهي وهذا خاص في صلاة التحية فتخص هذه الصلاة منها بهذين الوقتين فلا تدخل. ثم أيضا هنالك بحث آخر ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد الفجر عمومها غير محفوظ، أما الحديث التي فيها الصلاة في هذه الأوقات عموم يعني حديث أبي قتادة عموم محفوظ وله شواهد تدل عليه، لكن المقصود الإشارة إلى التعارض في هذا الباب إذا كان العموم والخصوص وجهيا. نعم. قال رحمه الله الإجماع: إن اتفاق العلماء في حكم حادثة إجماعهم نسمي، وذاك حجة لأجل العصمة من الضلالة لهذه الأمة، يكون بالأقوال والأفعال وبالسكوت في أصح قالي. نعم. الإجماع، وهذا هو الأصل الثالث من الأصول التي تبنى عليها الفروع، والأصل الثالث من الأصول التي تخرج عليها كثير من القواعد العظيمة في باب الأصول، وهو الإجماع. والإجماع كما لا يخفى بحوثه كثيرة ومنتشرة عند أهل العلم، والناظم أشار إلى شيء يسير كما في الأصل. والإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته على أمر من الأمور في أي عصر من العصور،
وغير غير هذا. أدلة الإجماع كثيرة واختلف فيها، ومن أشهرها قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأدلة كثيرة في هذا الباب، ومنها أحاديث وردت، من أشهرها حديث ابن عمر عند الترمذي: لا تتم حديث لا تتم أمتي على ضلالة، رواه الترمذي عن ابن عمر، ورواه ابن ماجه عن أنس، ورواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري، ورواه الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري، ورواه ابن أبي عاصم عن كعب بن عاصم الأشعري. هذه أشهر حديث في هذا الباب الخمسة، وهو نفي اجتماع على ضلالة لهذه الأمة، كما في كلام مصنف رحمه الله. وبعض الأحاديث ضعيفة، وأضعفها حديث أنس، حديث أنس عند ابن ماجه هو أضعف هذه الأخبار، وبعضها مقارب. وكثير من العلم نظر إلى طرقها واختلاف مخارجها، فقال الحديث صحيح مع ما جاء من الآثار في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا من حيث الأصل في الإجماع، وأنه حق، وأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا محترزات كثيرة، وعند الجمهور في أي عصر من العصور. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن، ومن ضمنها في الواسطية، أن الإجماع المنضبط هو إجماع السلف، وأن ما بعد السلف وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم انتشر الخلاف وكثر، فلا يمكن ضبط الإجماع. وقال إنه لا يكاد يقع إجماع، وهذا القول قوي، لا يكاد يقع إجماع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. أما في عهد فكانوا مجتمعين وكان يمكن اتفاقهم رضي الله عنهم، أما بعد ذلك فلا. وغاية ما يكون من هذا الإجماع أنه إجماع سكوتي أو نحو ذلك. والإجماع أنواع، وأعلاه الإجماع القطعي، والجمهور يقولون قد يقع، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يقع، وأن الإجماع المحفوظ هو إجماع الصحابة. وعلى قولهم أنه إذا كان واقع أو حادثة فإن إجماعهم عليه يسمى إجماعاً، سمى إجماعاً. ثم ذكروا محترزات في هذا الإجماع أو شروط، هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط؟ صح أنه إن قيل به فلا يشترط، وهو قول الجمهور خلافا للمشهور عند المتأخرين من الحنابلة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا، رحمه الله في قولته المشهورة. والجمهور يقولون إذا وقع الإجماع فهو حجة لأجل العصمة من الضلال لهذه الأمة كما تقدم في الأخبار. ومنهم من ذكر الحديث المشهور صحيحين عن معاوية وعن مغيرة رضي الله عنهم، وجاءت في المعنى أخبار أخرى أيضا، لكن أظهروا ألفاظها حديث المغيرة وحديث معاوية أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة فضيها ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. طائفة منصورة. وفي أخذه من هذا نظر، قال: وذاك حجة لأجل العصمة من الضلال لهذه الأمة. والصحيح أنه لا إجماع إلا عن دليل، لا إجماع إلا عن دليل، فإما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون استنباطا صحيحا، فلا بد أن يكون عن دليل. يكون بالأقوال والأفعال، يعني يجتمع علماء عصر من العصور في مسألة من المسائل نازلة فيبدون الرأي، فيتفقون صراحة بقولهم على حكم هذه المسألة، ولا يظهر منازع ولا ساكت. وبالسكوت بالأقوال والأفعال، والأفعال كذلك لو اتفقوا على فعل شيء من الأمور كلهم يفعله، هذا إجماع، وهذا ضعيف في الحقيقة أيضا. لكن إذا كان بالأقوال هذا واضح، وبالأفعال الفعل يعتريه ما يعتريه، وقد يكون فعله له قد لا يستحضر مثلا هذا الأمر، وأن في حكم أو نحو ذلك،
فيعتريه ما يعتريه، وبالسكوت كما لو قال بعضهم أو فعل بعضهم على هذا القول وسكت الباقون، وهو الإجماع السكوتي، وهو الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي نازع فيه كثير من العلم وقال ليس بحجة، يعني ممن قال إن الإجماع حجة. والناظم يقول في أصح قال، في أصح مقال، أنه حجة. قال رحمه الله: الأخبار، ينقسم الخبر للآحاد متواتر وذي إسناد ومرسل، فأول ما أوجب العمل الثاني لعلم أكسب، وهو الذي جمع يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب، والمسند المتصل الإسناد إلى الرسول صفوة العباد، ومرسل إسناده قد انقطع لكنه متصل بمن تبع، ومرسل الأصحاب مسندا جعل كذاك لابن المسيب الأجل. حسن، نعم. قال: الأخبار، عادة مصنف الأصول رحمة الله عليهم أنهم يتطرقون إلى هذه المباحث وهي مباحث السنة، والمصنف أشار إشارة يسيرة وطرفا صالحا إلى باب الأخبار، وأن تنقسم للخبر، تنقسم الأخبار للآحاد والمتواتر، وهذا تقدم الإشارة إليه. والآحاد كما قال الحافظ رحمه الله في أول النخبة لما قال رحمه الله: فسألني بعض إخوان ألخص لهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجال إدراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر معين، بلا حصر بلا عدد معين، أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول متواتر مفيد للعلم اليقين بشروطه، والثاني ما هو العزيز، والثالث أن يكون له طرق بلا عدد معين أو ما حصل بما فوق الاثنين، فالأول المشهور والثاني العزيز والثالث الآحاد وكلها والرابع الغريب وكلها سوى الأول أحد، وفيها المقبول والمردود لتوقف استدلال بها على قبول رواتها دون الأول، الاحتجاج برواتها دون الأول. فالحافظ رحمه رخص الأخبار إلى أربعة أقسام، وهو أن الخبر إما متواتر وإما آحاد، إما متواتر وإما آحاد. والمتواتر ليس في الحقيقة من مباحث المصطلح، مباحث الأصول، والحافظ أدخله رحمه الله وقد انتقد عليه بعضهم لأنه ليس محلا للبحث والمصطلح للبحث في الأسانيد، والمتواتر لا يبحث في أسانيده لأنه لا تشترط العدالة في رواته. فالآحاد على هذه القسمة، إما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو آحاد أو غريب، نعم كلها أحد، كلها أحد، نعم المشهور أو عزيز أو غريب، وكلها سوى الأول آحاد، كلها سوى الأول آحاد. والآحاد ما هو؟ هو ما لم يبلغ درجة المتواتر، ما لم يبلغ درجة المتواتر. قال: وينقسم الخبر للآحاد متواتر وذي إسناد، يعني أن الآحاد إما مسند وإما مرسل، إما مسند وإما مرسل، هذا هو تقسيم الآحاد. قال: ومرسل فأول ما أوجب العمل المرسل، ومرسل فأول وذي إسناد ومرسل، يعني أنه إما له إسناد وإما مرسل. وذي إسناد هذه العبارة موهمة، أراد بالإسناد مسند، لأن المرسل له إسناد، لأن الطرق أو لأن المسميات ثلاثة، إما أن يكون مسندا ولعله مر معنا ولا لا، وإما أن يكون متصلا، وإما أن يكون مرفوعا، هذا مر معنا في الآحاد ما مر، يعني إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون
يعني عندنا المسند وعندنا المتصل وعندنا المرفوع. نعم، المسند والمتصل والمرفوع، هذه المسميات لها. فالمسند ينظر إليه من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. فلا يسمى الحديث مسندا حتى يتصل إسناده، لا انقطاع فيه، لا إعضال، لا إرسال، لا تدليس ونحو، لا التدليس لا يدخل، لكنه الانقطاع الظاهر، الانقطاع الظاهر كالانقطاع بواحد في طبقة أو في أكثر، أو معضل أو معلق أو مرسل. فالمعلق من أوله والمرسل من آخره والمنقطع والمعضل في ثنايا الإسناد. فهذا ينظر فيه من جهتين، من جهة الإسناد أن يكون متصلا، أن يكون لا انقطاع فيه، ومن جهة وهو الاتصال، ومن جهة المتن أن يكون مرفوعا، يقال هذا مسند. أما المرفوع فينظر فيه إلى المتن، فإذا قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مرسلا معضلا منقطعا معلقا، هذا مرفوع. المتصل النظر فيه إلى الإسناد، فالموقوف سالم الانقطاع في جميع طبقات السند سمى متصل، المقطوع على التابعي كذلك ومن دون التابعي، وهذا وقع في خلاف، لكن هذا هو أحسن ما قيل في تعريف هذه الألقاب الثلاثة، وهو المسند والمتصل والمرفوع. مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راوي منه ذو أقوال، والأول أحسن في الاستدلال كما يقول العراقي رحمه الله، أو قال نحو من ذلك، أو والأول الأكثر في استعماله، الأكثر في الاستعمال، لكن ليس بحجة، ضعيف. وهذا هو المرسل لذكر هنا، ولهذا قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، وصاحب التمهيد عنه نقله، ومسلم أول الكتاب أصل، أو صدر الكتاب أصل يعني في مقدمته، ومسلم صدر الكتاب أصل يعني في مقدمته. واحتج، وقبل ذلك قال واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. مالك والنعمان أبو حنيفة رحمه الله احتجوا به، وكذلك احدرية أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور، وذهب الشافعي ليس بحجة وهو الصحيح. ومرسل فأول ما أوجب العمل وهو الآحاد، الآحاد ما أوجب العمل، وعندهم لا يوجب العلم، وهذه مسألة فيها خلاف، والذي قرره القيم رحمه الله دلت عليه أدلة، وهو ظاهر السنة وظاهر الأدلة، أن الآحاد قد يكون مفيدا، كما قال حفنه وفيها ما يفيد العلم النظر بالقرائن على المختار، وفيها وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظر بالقرائن على المختار، فإنه يفيد العلم. وهذا هو الصحيح، وهذه الأدلة كثيرة جدا، وبسطها ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق رحمه الله، وابن حزم وجماعة وشيخ الإسلام ذكر في هذا كلاما عظيما، وغيره من أهل العلم. وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، والذي كان النبي عليه السلام يستعمله حيث كان يرسل الرسل في الأمر العظيم إلى الجماعة والقوم، فيكون قول هذا الرسول هو واحد يفيد العلم ويأخذون به ويرتبون الأحكام. هذا هو أو هو من أعظم مراتب العلم، وكان يرسل الرسل للدعوة إلى التوحيد والإيمان، دعوهم إليه فإن لم يستجيبوا خيرهم بين أمور حتى يعني يذعنوا كلمة التوحيد أو يعاملون ما يعامل به أمثالهم. قال لعلم أكسبا. الثاني وهو المتواتر، والمتواتر قدم أنه يفيد العلم بشروطه، وهو الذي جمع يجتنب أو يجتنب في العادة اتفاق عن الكذب، وهما كما ذكر الحافظ قال بشروطه
فالأول مفيد للعلم اليقيني بشروطه، وما ذكر الشروط ولأنه ليس المباحث المصطلح كما تقدم. وشروطه أن يرويه جماعة ماذا يحيلوه، ها؟ وأيضا ما هي شروط المتواتر؟ طيب، أني ذكرت الأول له جمع يحيل تواطؤ الكذب، الثاني من؟ أنا، أن يكون مستنفح سمعنا رأينا أبصرنا، نعم. الثالث هذان الشرطان أن يكون في جمعها تقدم الأول هذا أن يستحيل تواطؤ الكذب، والثاني يكون مستنفح، الثالث نعم في جميع الطبقات، أن يكون هذا في جميع الطبقات، يعني لو تواتر في طبقة ثم في طبقة أخرى ما تواتر شو يصير؟ ينظر إلى أقل طبقة، فأقل طبقة تقضي على كل الطبقات. حديث الأعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 شخص، ومع ذلك هو غريب، فلهذا قضت الطبقة الأولى طبقة علقة وحن إبراهيم ويحيى بن سعيد، قضت بل لو طبقة واحدة على الطبقة التي تليها ولو كان ولو تواتر في طبقة، لابد أن يكون في جميع الطبقات، نعم. والمسند تقدم المتصل الإسنادي، المسند المتصل الإسنادي إلى الرسول، هذا جيد، هذا إلى الرسول، إذن المسند المتصل هذا المسند أن يكون متصلا، ويريدون الاتصال اتصال الظاهر، فالإرسال الخفي والتدليس عندهم لا يسمى انقطاع في باب هذا اللقب، لكن هو علة في باب التعليل. والمسند المتصل الإسنادي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من يكون مرفوعا صفوة العباد صلوات الله وسلامه عليه، ومرسل إسناده قد انقطع، وهذا عند كثير أصوليين، وهو مصطلح المتقدمين من أهل الحديث، ولهذا تراهم يقولون فلان لم يدرك فلانا، أو يقول هو مرسل لأن فلان لم يدرك فلان. مثلا إذا جاء حديث مثلا من رواية ابن سيرين عن ابن عباس أو مالك عن ابن عمر مرسل، مع أنه منقطع في الاصطلاح عند المتأخرين، لكن يسمى مرسل لأن الإرسال يشمل جميع أنواع الانقطاع، يشمل جميع أنواع الانقطاع. وهذا المصطلح كما ذكر الناظم رحمه الله عند الأصوليين، لكنه متصل من تبع، وهذا عند أهل الحديث يجعلون المرسل كما تقدم مرفوع تابع المشهور مرسل، أو قيده بالكبير. والصحيح لا تقييد بالكبير، لا تقييد بالكبير، وإن كان التقييد بالكبير له وجه، لأن الغالب أن التابع الصغير إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب أن بينه وبين النبي عليه السلام أقل ما يكون واسطتان، أقل ما يكون. كثير من التابعين الصغار طبقة الخامسة ما سمع من أحد من الصحابة، يحيى بن أبي كثير والأعمش، وبعضهم سمع من الواحد، يعني سمع من الواحد مثل عمرو بن مرة وموسى بن عقبة وأمثالهم ممن سمع من الواحد، وقتادة يعني سمع من أنس جزما، واختلف من سماعه من عبد الله بن سرجس. فمثل هذا إذا كان إذا أرسل الحديث فالغالب أنه يكون بينه وبين النبي عليه السلام أكثر من واسطة، بل ثبت في بعض الأخبار أن بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم ست وسائط، وهذا هو سبب ضعف المرسل. المرسل إذا قال مرسل من الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابي. إذن المرسل إسناده صحيح، إذا قلنا الواسطة الصحابي شو يكون إسناده؟ صحيح. إذا قلت بينه وبين الرسول بين الرسول عليه السلام الصحابي فالإسناد صحيح، لا يضر جهالة الصحابي. وش العلة إذن؟ هل العلة أن سقوط الصحابي؟ ولهذا لما قال في البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا عبارة مستدركة على صاحب البيقونية رحمه الله، لو كان كما قال لكان إسناده صحيح، لكن العلة جهالة الواسطة بينه وبين النبي لا ندري، يحتمل أن الصحابي ويحتمل ماذا أنه تابعي، واليقين صحابي ولا تابعي؟ شو اليقين؟
اليقين تابعي. طيب إذا قلنا التابعي، التابعي هذا، التابعي هذا اللي روى عن التابعي، هل روى عن صحابي ولا عن تابعي؟ يحتمل أن الصا، واليقين ماذا؟ أنه تابعي. وتتبع العلماء هذا فوجدوا في بعض الأسانيد أن بين التابعي والنبي عليه السلام خمس وسائط أقل أو ربما ست. وفي بعض الأسانيد وفي أطول إسناد لأصحاب الكتب الستة، أطول إسناد لأصحاب الكتب الستة إسناد للنسائي وكذلك للترمذي، إسناد عشاري، إسناد عشاري يقول النسائي لا أعلم إسنادا أطول من هذا، حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب رضي الله عنه خالد بن زيد أنه عليه السلام قال قل هو الله تعدل ثلث القرآن. الحديث هذا معروف معروف في يعني حديث ثابت في صحيح البخاري عن أبي سعيد وعن أبي قتادة، وجاء عن أبي هريرة وعن غيره صحيح مسلم، لكن الكلام في رواية أبي أيوب. فرواه عن أبي أيوب امرأته، ورواه عن امرأته عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورواه عن عبد الرحمن عمرو ابن ميمون، رواه عن عمرو ميمون الربيع بن خثيم، رواه عن ربيع الرخيم خثيم هلال بن يساف، ورواه عن هلال ابن يساف رواه عنه منصور بن المعتمر، ورواه عن منصور زائدة بن قدامة، ورواه عن زائدة عبد الرحمن المهدي، ورواه عن عبد الرحمن ابن مهدي محمد بن بشار، عشرة. النسائي قال حدثنا حمد بشار، حدثنا عبد المهدي، حدثنا زائدة بن قدامة، عن منصور ابن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن ليلى، عن امرأة أبي أيوب، عن أبي أيوب. اختلف امرأة أبي أيوب هذه إن كانت صحابية على قول لبعض الشراح فيكون الوسائط خمسة، لأنها من منصور وهلال والربيع وعم ميمون وعبد الرحمن بن أبي ليلى، كلهم من التابعين. والسادس امرأة أبي أيوب إن كانت تابعية، إن كانت صحابية فالوسائط خمسة. منصور انظر إلى الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، مع أبي أيوب الوسائط ستة، وسائط ستة. ولهذا كانت العلة كما تقدم هو الجهل بالواسطة، لا ندري. وهذا أيضا رواه الترمذي أيضا بهذا الإسناد عن محمد بن بشار، وزاد قتيبة أيضا رواه عن قتيبة وعن محمد ابن بشار، هو إسناد عشاري. في القرن الثالث نسيته في سنة 303 للهجرة، والترمذي 79 و200 للهجرة. من دقيق العيد توفي في أول القرن الثامن سنة 700 فوق السبع بسنتين، 270، وله 40 تساعية، وهو في القرن الثامن القرن السابع وأول القرن الثامن، له 40 حديث تساعية في مصنفة موجودة، 40 التساعية لابن دقيق العيد. بل والعراقي رحمه الله له العشاريات، وتوفي سنة 806 رحمه الله، وله أسانيد عشارية. والنسائي له إسناد عشاري، لكن هذا الإسناد أطول إسناد عند النسائي، والعراقي هذا أعلى إسناد، أعلى إسناد عشاري، كما أن ابن دقيق العيد أعلى إسناد تساعي. فعودا على بدء المرسل العلة فيه هو الجهالة بالواسطة، ليس الجهالة أو ليس العلة هو سقوط الصحابي، لو كان العلة سقوط الصحابي لكان إسناد صحيح، وليس كذلك. نعم. ومرسل إسناده قد انقطع لكنه متصل
لمن تبع، هذا على اصطلاح المتأخرين. ومرسل الأصحاب مسندا جعل كذاك، ومرسل الأصحاب مسندا جعل، انتهى الكلام. مسند يعني مسند الصحابي، مرسل الصحابي حجة، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب كما يقول العرابي، هذا هو الصواب وقول عامة العلم. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، هو موصول عند عامة العلم. خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله، وردوا قوله بقوله لأنه انفرد بهذا، قد يتابعه اثنان، واحد أو اثنان. وأبو إسحاق رحمه الله يقول إن خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر في الإجماع، فإذا خالف الواحد والاثنان فقولهم مردود. فقالوا قولك مردود يا أبا إسحاق، فإنك خالفت أهل العلم في هذا فلم يوافقك أحد، أو وافقك واحد أو اثنان، فقولك مردود بقولك. ولهذا كان مرسل الصحابي حجة، هذا معروف من كلام الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأخذون عن بعض، جاء عن جمع من الصحابة هذا الكلام، وجاء عند أحمد بسند صحيح من رواية سفيان عن أبي إسحاق السبيعي، سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما كل شيء حدثناكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعضنا يسمع من بعض، وكانت تشغلنا رعية الإبل، كانوا رضي الله عنهم يشتغلون لأهليهم ولأنفسهم، والنبي يأمرهم بذلك عليه السلام، فيقول إننا نأخذ عن بعض. قصة عمر رضي الله عنه التي في البخاري المعروفة، كنت وجار لي نتناوب، كنت وجار لي من الأنصار يتناوبون المجيء أو المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل. يحضر هذا الرجل فيخبر عمر رضي الله عنه بما سمع، وإذا حضر عمر أخبر صاحبه بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذا كمال بن المسيب الأجل، وهذه مسألة أيضا، أو هذا المرسل لسعيد قاله جمع من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله، وقال إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل، ومنهم من قبله مطلقا، قبله مطلقا، لكن الجاري على القواعد والصحيح أنه لا فرق بين مرسل سعيد ولا غيره، لأن العلة هو الجهالة بالواسطة. ولهذا كان الصحيح أنه لا فرق بين مرسل سعيد ولا غيره. ثم هذه المراسيل فيها خلاف، بعضهم يعلم أن مرسله ضعيف جدا، وبعضهم يكون مرسله أقوى من غيره، والجميع ليس بحجة للجهل الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: القياس. إن القياس ردك الفرع إلى أصل له لعلة قد انجلى، أقسامه ثلاثة يا منتبه، قياس علة دلالة شبه. فالأول العلة فيه توجب الحكم، والثاني له تقرب، وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير. وثالث فرع على أصلين يدور ألحق بأقوى ذين، والشرط في العلة أن تطرد دون انتقاض سرمدا مؤبدا، والشرط في الأصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما، واشترطوا في فرعه المناسبة والحكم كالعلة وهي الجالبة. أحسنت بارك الله فيك. القياس. القياس من قاس الشيء بالشيء إذا قدره به أو قاسه به، على خلاف معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح قيل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وقيل في معناه أنه إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلة، أو في حكم لعلة جامعة بينهما. والتعريف الأول أيسر
والتعريف الثاني أدق، أدق حتى يخرج قياس العكس منه، لأن الثاني قد يشمل أو يكون أوسع، يعني قال إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع، فهذه الأركان الأربعة: الفرع والأصل والحكم والعلة. والمعنى أنك تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وهذا الكلام والذي أشار إليه رحمه الله في قوله لعلة يغني عما يأتي في كلامه رحمه الله بعد ذلك: واشترطوا في فرعه المناسب. هذا كالتكرار في الحقيقة، كالتكرار، لأنه إذا كان لعلة فلا تكون علة إلا لمناسبة. هذا هو، لأن العلة هي وصف ظاهر منضبط، وهذا لا يكون إلا في العلة المناسبة. أن إن القياس ردك الفرع إلى أصل له لعلة، قد انجلى، قد انجلى القياس بهذا القيد. واعلم أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند عدم الدليل الذي هو نص من الكتاب أو السنة، فلا يلجأ إليه إلا عند ذلك. أما إذا كان الحكم علم دليله فلا حاجة إلى القياس. ولهذا يقع في كلام كثير من الأصوليين أنهم يمثلون أحيانا لهذه الأحكام وهذه الأركان بأمثلة ثبت فيها النص، فيقولون مثلا: الخنزير لا يجوز بيعه إلحاقا له بالكلب، فهم جعلوا الكلب أصل والخنزير فرع والحكم التحريم والعلة النجاسة، مع ما في هذا مع أن ثبت في الصحيحين إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قرنا بهذه المحرمات العظيمة. ولو تتبعت وجدت أمثلة مثل قولهم مثلا في النبيذ، وأن النبيذ فرع والخمر أصل والحكم التحريم والعلة الإسكار. إذا كانت العلة الإسكار فتحريم النبيذ ثابت بالنص، النبيذ المسكر يعني، إنما هذا بسبب خلاف الأحناف وأمثالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والخمر ما خامر العقل، فلا نحتاج إلى القياس في هذا النص. ثم لا بأس أن تعلل، لا بأس أن تعلل وتبين أن العلة كونه خمر الشرع مبني على الحكم، إنما الدليل هو من نص. فالقياس ردك الفرع إلى أصل له لعلة قد انجلى، هذا قياس المساواة، قياس المساواة. وأدلة القياس كثيرة، أدلة القياس كثيرة، منهم من حكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ومن أشهر الأدلة قوله سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار من العبور، والعبور هو المجاوزة، فكأن المعنى أن يؤمر أهل الأبصار والبصائر أن يرقوا هذا الفرع ويعبروا به من موضعه إلى الأصل فيلحق به. اعتبروا بما وقع لهؤلاء القوم واجعلوه في فكركم، فإنه قد يصيبكم مثل ما أصابهم إن لم تعتبروا. وابن حزم وجماعة يقول هذا ليس من الاعتبار بمعنى العبور، من الاعتبار بمعنى الاتعاظ. والأدلة التي يرد عليها الأخذ والرد هذه تكون من باب الاستئناس، وإلا فقد ثبت في السنة ما يدل على ذلك. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، على خلاف لونه،
خلاف لونه. جاء في رواية يعرض أن ينفيه. قال عليه السلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إنها لورق، يعني فيها من أورق، والأورق نوع من اللون فيه كمودة، ليس سوادا خالصا، إنما كمودة تميل إلى السواد. قال: أن أتاها ذلك؟ قال: لعله نزع عرق، يعني من جد بعيد. قال: لعل ابنك هذا نزع عرق. يقول عليه السلام: هذا هو القياس بالأصل والفرع والحكم والعلة. وفي حديث أبي داود أظنه من رواية عمر رضي الله عنه، لعله من رواية عمر ما أذكر الآن وأنا ما راجعته، لكن الحديث معروف سنة أبي داود بسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، أصبت أمرا عظيما، ماذا صنع؟ قال: ما صنع؟ قال: قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت، يعني وأنت صائم؟ قال: لا شيء. قال النبي: فمه، يعني ليس شيء. هذا التمثيل مشتمل على ماذا؟ على الأصل والفرع والحكم والعلة. أين الفرع؟ المضمضة. قال: جعل المضمضة مقدمة. لماذا؟ يعني المضمضة مقدمة للشرب، مقدمة للشرب، والقبلة مقدمة للجماع، مقدمة للجماع، فهي أصل، والقبلة فرع، والحكم الجواز، حكم الجواز، والعلة أن هذا مقدمة للشرب وهذا مقدمة للجماع لاستواهما. وهذا قياس مكتمل الأركان منه عليه الصلاة والسلام. والصحابة جاء عنهم ذلك أيضا في قصص عدة تبين ذلك، وآثار ذكرها العلماء، وذكر ابن قدامة شيئا من هذا في هذا عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة في بعض المسألة وقع فيها خلاف، وأنهم جعلوا القياس طريقا للاحتجاج في هذه المسألة، ولم ينكر أحد منهم على الآخر رضي الله عنهم. يقول ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، ومنزلتهما واحدة من الميت. وهذا قياس، ولم ينكر أحد منهم على الآخر. وهذا أيضا جاء في قضايا مما تناظر فيها الصحابة رضي الله عنهم. قال: إن القياس ردك الفرع إلى أصل له لعلة قد انجلى. أقسامه ثلاثة يا منتبه. هذا أيضا إشارة من الناظم رحمه الله إلى أهمية القياس، والقياس هو الأصول في الحقيقة، يعني مباحث الأصول يسيرة، الذي يفهم باب القياس هو الأصولي، وأعظم مباحث الأصول القياس. لا شك تلك مباحث عظيمة، لكنها تتبين بدلائلها وأمثلتها. أما القياس فهو الفقه، وهذا ذكر له الشافعي رحمه الله، وقال أحمد رحمه الله: لا غنى للفقيه عن القياس، أو كما قال رحمه الله. وجاء عن غيره في باب القياس، لكن ورد القياس الصحيح. أقسامه ثلاثة يا منتبه، وهذا إشارة إلى الانتباه والتفريق بين أنواع القياس وعدم الخلط بينهما. وهذا التقسيم نوع من أنواع تقسيم القياس، والعلماء مختلفون في تقسيمه. منهم من قسم القياس إلى تقسام كما ذكر المصنف: قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. منهم من قال جعله قسمين: قياس قطعي أو أولوي، وقياس ظني. ومنهم من يزيد أقساما أخرى في أنواع القياس، وكل له طريقة،
لكنها ترجع إلى معنى واحد، وإن كان بعض أنواع القياس يقع فيها خلاف. قال: قياس علة دلالة شبه، هذان قسمان. قياس علة، قياس العلة هو الذي نص عليه، هو الذي يلحق الفرع بالأصل بالعلة نفسها، بالعلة نفسها، هذا هو قياس العلة. والعلة هنا قد تكون قطعية، وقد تكون هذه العلة مساوية، وقد تكون هذه العلة أولى من وجودها في الفرع أظهر من وجودها في الأصل. فبأقسام وأنواع قياس العلة. أما العلة الظاهرة هذه لا إشكال، حتى بعض العلم يرى أنها من نص إذا كانت العلة مقطوعا بها، مثل ما تقدم مثلا في التأفيف: ولا تقل لهما أف ولا شتمهما وإذاؤهما أعظم وأشد، أعظم وأشد. وقد يغلو بعض الظاهرية يقول: لا، ما نقول به، نحن لا نقول بتحريم التأفيف والشتم من الآية، نقوله من الأدلة اللي جاءت من الكتاب، جاءت في السنة، أو الأدلة الأخرى بالأمر بالإحسان الوالدين وصاحبة المعروف ولو كان كافرين، لكن لم نأخذه من هذا الدليل، لم نأخذ من هذا الدليل. هذا غلو، والفطر تأباه، والعلماء بالغوا في الرد على هذا الجمود. والظاهرية اليابسة التي تأباها هذه الشريعة، شريعة الحكم والعلم، كان غفر الله له ابن حزم ومن تبعه، اجتهد رحمه الله. قال: قياس علة، قياس العلة معنى أن يلحق الفرع بالأصل في علة. ومن ذلك مثلا قياس بعض الأموال الربوية بالأموال الربوية المنصوص عليها. مثل ماذا؟ يعني عندنا الآن الأصناف الربوية الستة اللي نص عليها في حديث عبادة، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، كذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، كلهم رووا الأصناف الستة. ما هي؟ الذهب، الذهب بالذهب، والفضة والبر بالبر، والتمر والشعير بالشعير، والتمر والتمر، والملح بالملح. ستة أصناف. وكذلك حديث سعيد الخدري ستة أصناف صحيح مسلم. في حديث هريرة ذكر أربعة أصناف جميعا، وذكر الذهب والفضة جميعا من طريقين، لم يجمعهما في حديث واحد، إنما ذكرهم من طريقين، وأخبار أخرى أيضا بعضها في الصحيحين لكن لم تأتي على هذا الجمع. هذه أصناف الستة، كل على علته. منهم من يعلل بماذا؟ بالقوت، من معلل بالكيل والادخار، ومنهم من يعلل بالطعم كالشافعي مثلا. فأنت حين تأخذ مثلا نوعا من الأنواع الذي جمع هذه العلل كلها على جميع الأقوال، مدخر ومكيل ومطعوم هو يعني وقوت على جميع الأقوال، مثل الأرز إذا أردت أن تلحقه بالبر على جميع، سواء قلت هذه العلة هذه العلة، العلة موجودة التي في الأصل موجودة في الفرع. العلماء استخرجوا العلة وقالوا العلة في البر هذه العلل على اختلافهم، لكنها تجتمع في بعض الأصناف كما تقدم في الأرز مثلا، فالأرز فرع والبر أصل، والعلة نقول مثلا الكيل والادخار مثلا، والحكم التحريم. هذا قياس العلة. دلالة شبه، وهو أن يكون القياس قياس دلالة. نعم، دلالة الشبه هذا القسم الثالث. قياس الدلالة بعضهم لم يجعله قياس علة في الحقيقة، لكن ما هو قياس الدلالة على هذا القول؟ قياس الدلالة هو الاستدلال بماذا؟ بالعلة أو بدليل العلة؟ بدليل العلة، بدليل العلة. مثلا
إنسان وجدنا منه رائحة الخمر، وجدنا منه رائحة الخمر، هل نقيم عليه الحد؟ في خلاف. ما دليل شرب الخمر؟ هل رأينا شربها؟ هل اعترف؟ لكن دليل الخمر هو رائحة الخمر مثلا، أو لو تقيأها مثلا. ومنهم من يذكر مثال آخر وهو الزكاة في مال الصغير، وهو الاستدلال بالعلة. الجمهور على أن الصغير يزكى ماله كالكبير. العلة في وجوب الزكاة قالوا لأن المال هذا مال نام، والمال النام تجب فيه الزكاة، هذه العلة. هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ قالوا نعم، لأن هذه العلة موجودة في، ولهذا يقولون علة. لكنهم لما ألحقوه بالكبير جعلوا النماء دليلا على العلة، النماء دليل على العلة نفسا، لأنه مال ونماؤه دليل على علة وجوب الزكاة. وهذه الدلالة موجودة في مال الصغير وهو النماء، فتجب الزكاة فيه، لكن ليست علة ظاهرة. قد يخالف إنسان يقول الكبير هذا يتصرف في مال التصرف المرشدين في أموالهم، أما هذا صغير والشارع جاء بالحفاظ على مال الصغير والوصية بالصغير والإحسان إليه، هذا ماله له، أولى أن يحفظ له، أولى أن ينمى له، كيف نأخذ من الزكاة؟ قد يقول الإنسان أليس كذلك، فتضعف هذه العلة، ضعف هذه العلة. وبالجملة قياس الدلالة أقرب إلى العلة، ولهذا لم يذكره بعضهم. إذا دل على العلة فهو علة، مثل الرائحة في الخمر ودليل العلة، لأن لم نحكم بنفس هذا، بنفس الخمر هذه المسكرة وكونها تذهب العقل، فلهذا كان الحكم لأجل هذه العلة. وهذه طريق وسيلة إليه، مجرد طريق وسيلة، إذا كان مجرد طريق وسيلة فالحكم لما يتوسل إليه. دلالة شبه، قياس الشبه ما هو؟ قياس الشبه اختلف فيه، بعضهم قال قياس طردي ولا عبرة به، ومنهم من حكم بقياس دلالة الشبه، أو قياس الشبه. ما هو الشبه؟ أو لماذا سمي الشبه؟ من يستحضر مثال لهذا القياس، قياس الشبه؟ نعم، قياس ماذا؟ البغل. إيه؟ مال يعني، نعم، يعني كأنه كالحر يعني. أحسن، طيب في زيادة؟ نعم، هذا مماثلة. الشبه هو أن يكون شيء دائر بين أصلين، يكون شيء دائرا بين أصلين، إذا وجد شيء وهو يدور بين أصلين هذا هو الشبه. أما هذا مماثلة، مماثلة أقرب إلى العلة. لكن الشبه هو شيء يدور بين أصلين، يلحق بأيهما أكثر شبه. نعم، طيب يدور بين ماذا؟ أصلين، جبت أصل واحد الحر والمال، يعني دوران المملوك بين الحر وبين المال. اختلفوا هل يلحق المملوك بالحر أو يلحق بالمال. لو أن إنسان أتلف مملوكا، اعتدى عليه، أتلفه مثلا، أو أصابه بشيء، قطع منه عضو من أعضائه، هل يثبت فيه الدية في النفس والدية في الأعضاء فيلحق بالحر، أو القيمة إلحاقا له بماذا؟ بسائر المال، المال الذي يتلف. على قولين، الذين لحقوا بالحر قالوا يشبه الحر، هو مكلف، مأمور، منهي،
وتعبدوا الله عز وجل فيلحق بالحر. والذين قالوا إنه يلحق بالمال قالوا إن شبهه بالمال أكثر من شبهه بماذا؟ بالحر. هذا هو قياس الشبه. فالأول العلة فيه توجب، الأول العلة فيه توجب. الإجاب هنا ليس الإجاب العقلي، شو المراد بالإجاب هنا؟ العلة فيه توجب، قياس علة معنى أن العقل والنظر لا يتردد في الحكم بهذه العلة، ما يتردد. يعني قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، شوف نكر، والتنكير ما قال أف، أف يعني أي نوع من أنواع التأفيف. طيب السب والشتم من باب أول، هل يقع، هل يتردد في أحد، هل يتوقف في أحد؟ إذن النظر والفكر يوجب أن هذه العلة من باب أولى، وهذا قول التوجب. ليس المراد الإجاب العقلي أن الشيء إذا انكسر، إذا كسرته انكسر وما أشبه ذلك، لا، مراد الإجاب الذي النفس تجزم به ومخالفة مخالفة للفطر والعقول. فالأول علة فيه توجب الحكم، توجب الحكم بلا تردد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب إذا عمل، إذا أخرج مقدار كف أو مقدار جبل، وش يكون من بابه؟ إذا كانت الذرة من عمل الصالح فما يكون أعظم من الذرة من باب أولى، وهكذا. والثاني له تقرب، الثاني ما هو؟ قياس الدلالة، محتملة، ممكن إنسان ينازع في هذا القياس. مثاله أيضا، مثال آخر قد يكون أظهر مثال ذكر بعضهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع، حديث براء بن عازب، لا تجوز في الأضاحي. قال العوراء البين عورها. طيب العمياء باب أولى، توجب أو لا توجب؟ يعني هل العمياء من باب أولى على سبيل الإجاب ولا تردد، أو يحتمل التردد؟ الإجاب بلا تردد. طيب قال العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، هذه العوراء بين عورها إذا كانت عمياء، ما هو العلة في النهي عن العوراء؟ ها؟ العيب، يعني انخسفت عينها، نتأت عينها، ها؟ وقد تكون أيضا هي مع هذا قد تبصر مثلا، لكنه نتأت عينها مثلا، العوراء البين عورها. وإن كان ظهر الحديث أنه يعني نتوء العين وانخساف العين فهو شيء ظاهر، فهذا العيب. هل العلة كونها معيبة أو العلة لعورها وأنها لا تبصر هذه العين؟ أن أكلها ضعيف، لا تأكل من جهة واحدة، محتمل. ولهذا لو كانت شاة عمياء عينها في الظاهر سليمة، عينها في الظاهر سليمة لكنها عمياء لا تبصر، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ قد ينازع بعض العلماء يقول تجزئ، لأن العلة في العوراء أن علفها ضعيف وأكلها ضعيف لعورها، لكن العمياء صاحبها يعتني بها ويعلفها فتكون سمينة كريمة، فقد يولد. طيب مثال شهادة الكافر، شهادة الفاسق، فيها شهادة الفاسق، الله عز وجل يقول يا أيها الذين جاءكم فاسق فتبينوا، في القراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوم جهالة. فالمعنى أن الفاسق إذا قيل لا تقبل شهادته، فالكش حكم شهادة الكافر، هل لا تقبل مطلقا أو تقبل؟ ينظر. بعض العلماء قبل شهادة الكافر في أحوال خاصة، في أحوال خاصة، ولهذا قالوا إن الكافر، هل العلة يعني العلة مثلا لكون هذا الفاسق لفسقه وعدم تثبته وقد لا يبالي؟ ربما الكافر يتدين في دينه بعدم الكذب، بعدم الكذب. فلهذا هذه العلل ليست علل موجبة، إنما علل محتملة
وقد تكون ظاهرة بخلاف العلة الموجبة، وهذه علل تقرب ويفهم منها العلة لا على سبيل القطع. قال: وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير. والثاني له تقرب، والاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير. نعم، استدل بالنظير على النظير وتلحقه به وتجعل حكمه عليه بلا نكير. قال: وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير، يعني هو معناه ما تقدم، معنى أنها تقرب الحكم، تقرب الحكم، ولها كان باب الاستدلال ولا يقطع بذلك. وثالث، ما هو الثالث؟ الشبه، فرع على أصلين، فرع على أصلين، مثل ما تقدم مثلا في المملوك، ومثل مثلا خلاف الأحناف مع الجمهور في مسألة النية في الوضوء. هل تجب النية للوضوء؟ هل تجب النية للوضوء؟ احنا يقول لا تجب النية للوضوء. لماذا؟ قالوا: الوضوء من الوضاءة وهو الطهارة والنقاء، فهو يشبه غسل النجاسة، وغسل النجاسة لا تشترط لها النية، ويحصل بغسلها الطهارة ووضاءة البدن من هذه النجاسة. كذلك الوضوء، الجمهور قالوا لا، الوضوء ملحق بماذا؟ أو أشبه، يعني دار بين أصلين، هل هو ملحق بالطهارة من النجاسة أو ملحق بالنية في الصلاة؟ نية في الصلاة لا أحد يخالف في أنها واجبة ولا بد منها، شرط أو ركن. الجمهور قالوا نية الوضوء مثل نية الصلاة، الأحناف قالوا نية الوضوء أو الطهارة في الوضوء مثل الطهارة من النجاسة، فكما أن الطهارة من النجاسة لا تشترط لها النية، فالطهارة في الوضوء لا تشرطها النية، لأن هذه طهارة ونظافة وهذه طهارة ونظافة، لكن قياسهم ضعيف. كيف تلحق النية في الوضوء بالطهارة النجاسة؟ الطهارة النجاسة تروك، مأمور بتركها مطلقا على كل حال، أما الوضوء فهو عبادة مأمور بها، والنبي قال: الطهور شطر الإيمان. فلا شك أنه أشبه بماذا؟ أشبه بالصلاة، فهو أقرب، وهذا أظهر من المثال المتقدم، وهو شيء بين أو فرع بين أصلين يلحق بأظهرهما. ثم هذا في الحقيقة ليس مجرد شبه، شبه معنوي، شبه معنوي، وهو أن نية الوضوء عبادة، وكذلك النية في الصلاة عبادة، هذا شرط وهذا مشروط، فكانت النية لازمة. وثالث فرع على أصلين يدور، يدور ألحقه بأقوى ذين، أي ذين الأصلين. نعم. قال: والشرط في العلة أن تطرد، الشرط أن تطرد، يعني كل ما وجد الحكم وجد العلة، فإذا فقدت العلة دل على أن العلة ليست بصحيحة دون انتقاض سرمدا مؤبدا، وانتقاض يدل على عدم صحتها، هذا يجري في كثير مسائل، وبهذا يتبين لطالب العلم المسائل الضعيفة المسائل القوية. إذا رأى العلة تارة توجد ويوجد الحكم، تارة يوجد الحكم ولا توجد، يتبين أن هذا القول ضعيف، ويعلم أن هذا القول لا يصح، لأنهم لما عللوا بهذه العلة ثم وجد الحكم ولم توجد علة فيدل على انتقاضه، مع أن انتقاض العلة في بحث، لأن يعني في بعض المواضع تصح إذا كانت العلة منصوصة، إنما هذا في العلل المستنبطة، في العلل المستنبطة لا العلل المنصوصة. فالعلة المستنبطة حين تفقد موجود الحكم فيدل على ضعفه، وهذا يجري مسائل كثيرة، وأظهرها في مسائل الماء الطاهر. الفقهاء رحمة الله عليهم الجمهور يقولون: إذا وضع طاهر في ماء سلبه الطهورية إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة، على خلاف في هذه المسألة.
طيب إذا كان هذا الطاهر لا يمكن احتراز منه، يقولون لا يؤثر. فلو أن إنسان وضع ورق شجر فتغير الماء لونه، تغير لونه مثلا، فيكون الماء طاهر لطهر. طيب إذا كان هذا الماء في بركة فوقها شجرة تساقط الأوراق وغيرته، يقول لا يضر. لماذا؟ قالوا إنه لا يمكن احتراز منه. لو كانت العلة الصحيحة لا فرق بين هذا وهذا، يدل على عدم صحتها. فرقوا بين ما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا. فلو أنه مثلا وضعه قصدا أخذ يعني هذا الورق فوضعه قصدا فيؤثر فيكون طاهرا، لم يضعه قصدا إنما سقط فيه بغير اختياره، فإنه يكون طاهرا طهورا مطهرا إذا لم يكن احتراز منه، إلى غير ذلك. إلى غير ذلك، المياه الذي في القرب يتغير طعمه لونه ورائحته، قالوا لا يمكن احتراز منه. قلنا لو كانت هذه علة لبينها الشارع لما سكن دل ليست بعلة، كيف يكون هذا ماء خاصة في باب العبادات في هذا الباب العظيم باب الطهارة؟ وهذا مما ينفع في مثل هذه المسائل وأجناسها. والشرط في الأصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما، هذا في باب الجدال في العلل حين يخاصم أو حين يجادل منازعا له، فيشترط في باب الجدال أن يكون الجدال منضبط، فأنت لا تثبت علة أو تجعل علة في الأصل خصمك لا يسلم بها. إذا كان خصمك لا يسلم بها لا فائدة في الجدال، بل يفضي إلى طول الكلام وانتشار الكلام وعدم الوصول إلى فائدة. لابد أن يكون الجدال منضبط في هذا وأن يسلم لك بالعلة، فإذا سلم لك بالعلة عند ذلك يطيب النقاش والجدال في مثل هذا الكلام. وهذا يقع بين الفقهاء رحمة الله عليهم في باب التعليل في بعض المسائل، فهذا يعلل بعلة وهذا يعلل بعلة. فمثلا يقول الشافعي مسح الرأس ثلاثا مشروع لأنها طهارة لعضو من الأعضاء فأشبه سائر الأعضاء، فيقول له الحنبلي مسح الرأس أو الرأس ممسوح يلحق بالممسوح كالخفاف، والخف يمسح مرة واحدة فلا يشرع تكرار المسح. ذاك يسكت عن هذا لأنه علل بعلة سلم بها لأنها في حكم يعني يسلم به وهو المسح، كلاهما يسلم به. فيقول له الشافعي مسح الرأس أصل ومسح الخف فرع فليس أصلا، لأن مسح الخف بدل من ماذا؟ من غسل قدمين، فكيف تقيس أصلا على فرع؟ أصلا على فرع. فيقول له مثلا الحنبلي أنت حين تمسح الرأس ثلاثا جعلته مغسولا، لأنه إذا مسح مرة ومرة ومرة صار كالمغسول، والرأس يمسح وهذا يبين أن العلل التي تكون بين الخصوم إذا لم تكن علل صحيحة فإنه في الغالب لا يصل النقاش إلى إلزام أحد الخصمين. وعلى هذا يعود الأمر إلى علة يسلم بها الجميع. فيقول مثلا الحنبلي له بعدما رد كل عن آخر أنت حين تمسح ثلاثا يعني، أو الشافعي مثلا حين يقول له أنا أمسح ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا، مسح رأسه ثلاثا فيما رأه أبو داود وحديث عمر رضي الله عنه، حجة له حجة؟ هذا حجة، لكن شو يرد عليه؟ يقول هذا الحديث لا يصح،
حديث الناس، وعند ذلك يكون يرجع الأمر إلى الدليل، وأن المسح الثابت صحيحين من حديث عبد الله بن زيد عثمان، حديث كثيرة متواترة، حديث علي عبد الله بن عمرو والربيع وأبي هريرة وغيرهم الأخبار وابن عباس، كلها دلت على المسح أنه مسح مرة واحدة. فلهذا يرجع الأمر إلى الأخذ بالدليل في هذه المسألة. إنما يشير رحمه الله وإلى ما شاء صاحب الأصل إلى أنه عند الجدال لابد أن يسلم كل واحد لخصمه بما قال، وإلا انتشر الخلاف وطال. قال: واشترطوا فرع المناسبة، والحكم كالعلة في المناسبة والحكم كالعلة الجانبة. واشترط فرعه المناسبة والحكم كالعلة وهي الجانبة. تقدم أن في فرع المناسبة أنه سبق ما يغني عنه، وأنه إذا كان معللا فإنه لا يكون إلا مناسبا، والحكم كالعلة وهي الجانبة، والمعنى أن العلة هي الجانبة الحكم، هي الجانبة الحكم، وذلك أننا أثبتنا الحكم بالعلة، أثبتنا الحكم بالعلة، لأن هذه العلة علة مناسبة، ولعل هذا هو الذي جعله يذكر هنا المناسبة. والشرع جاء بالحكم والمناسبات، فهي استجلبت الحكم ورفعت هذا الفرع أو ألحقت هذا الفرع إلى الأصل في الحكم. لكن هذا إن كانت العلة جالبة جلبا موجبا هذا لا إشكال فيه، وإن كانت دون ذلك يختلف الأمر بحسب رتبة العلة. نعم. قال رحمه الله: الحظر والإباحة. اختلفوا في الأصل في الأشياء، فقيل: الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل: إن أصلها الإباحة، وقيل: بالوقف وفيه راحة. نعم. الحظر والإباحة، هذا الباب وما بعده بينهما مناسبة. اختلفوا في الأصل في الأشياء، فذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال، فقيل: الحظر، هذا قول الأحناف، إلا ما أباحه الدليل، وقيل: إن أصلها الإباحة، هذا قول الجمهور، وقيل: وقف، قال بعض العلماء: وفيه راحة. لكنه يرجع إلى الإباحة، لأن حين يقف ينظر، فإن لم يجد دليلا محرما فيجعل أصله الإباحة، والأدلة دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيب نزق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماء والأرض جميعا منه، والذي سخر لكم ما في السماء والأرض جميعا منه. فالله سبحانه سخر ما في السماوات والأرض وأحل الطيبات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، يا أيها الذين كلوا من طيبات ما كسبناكم، يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون بصير. وكذلك في آية أخرى في يا أيها الناس، فالله سبحانه وتعالى أحل أكل الطيبات لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، لكنها لا تطيب إلا مع الإيمان. هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني تطيب هذه النعم بالإيمان والقرآن والسنة، فالأصل فيها الإباحة. قال عليه السلام: إن أعظم المسلم وقاص صحيحين، إن أعظم المسلم جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وحديث سلمان رضي الله عنه في هذا الباب قال: الحلال ما أحله الله كتابه، الحرام ما حرم كتابه، ومسألته عفو. وهذا له طرق عدة عند الترمذي والبزار وغيرهما. فالأصل في الأشياء الإباحة، ويدل عليها أن الشارع اعتنى ببيان المحرمات من المطعومات والملبوسات والمشروبات، اعتنى بها، مثل البيع، أحل الله وأحل الله البيع، هذه عامة للمجتمع، وحرم الربا، والنبي عليه حرم أنواع من البيوع، فدل على أن التحريم هو المحصور في هذه الأبواب، فما سواه في دائرة الحل والإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تمسك بالأصل حتى يظهر دليله استصحاب حال قد جرى.
نعم. وهذا أيضا الاستصحاب، الاستصحاب معناه الإمساك بالأصل، والأصل أنواع، إما أصل العموم حتى يأتي التخصيص، أصل الإطلاق حتى يأتي التقييد، أصل الإباحة حتى يأتي التحريم كما تقدم. وهناك نوع رابع، استصحاب الإجماع في محل النزاع، هل هو حجة؟ والصبر ليس بحجة. وأشهر أمثلته من تيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي، هل يكمل صلاته؟ هل يكمل صلاته؟ ونقول هو دخل في الصلاة وصلاته صحيحة بالإجماع، فلما رأى الماء، هل نستصحب الإجماع حال النزاع ونقول يكمل صلاته، أو نقول لا إجماع في هذه الحال وينصرف من صلاته ويتوضأ؟ وهذا هو الأظهر لقوله عليه السلام: فليتق الله وليمسه بشرته، الماء الوضوء طهوس، وإن لم يجد الماء 10 سنين. ليه بذر وحليه بهريرة بهذا المعنى، فإذا وجدت الماء أو وجد محل يتق الله ومسه بشرته. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عمران بن حصين لما أجنب ذلك الرجل ثم جاء الماء أعطاه دلو من ماء، قال خذه فاغتسل به، خذه فاغتسل. وكانوا قبل ذلك، يعني قبل وجود الماء، كانوا يعملون بالتيمم. فالمغوص ثم قال سبحانه: فلم تجدوا ماء، علقه وأطلق، دل على هذا العموم، على أنه إذا وجد في أي حال إلا إذا فرغ من العبادة انتهى الأمر، صلى ثم بعد الصلاة وجد الماء وصلاته صحيحة. وإن كان القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يميل إلى قوة هذا القول واستصحاب النزاع، استصحاب الإجماع في محل نزاع، لكن من خالفهم الجمهور قالوا لا إجماع الآن، لا إجماع، الإجماع انتهى وذهب بوجود الماء. نعم. قال رحمه الله: الترجيح، وقدم الجلي من الأدلة على الخفي لا عرتك ذلة، وقدم النطق على القياس ثم الجلي منه عند الناس. نعم، هذا في الحقيقة قد يكون كالتكرار لما تقدم الإشارة إليه في بعض أنواع القياس، مثل قياس الشبه، قدم الجلي من الأدلة، أو الأدلة حين يحصل التباس في باب القياس. لكن من حيث الجملة، وقدم الجلي من الأدلة على الخفي لا عرتك ذلة، فإذا وجد دليلان، وجد دليلان، يقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي، دليل الجلي، وربما قدم الدليل الخفي على الدليل الجلي لدليل جلي يؤيد الدليل الخفي، فالأمر يدور على الدليل، أمر يدور على الدليل. ويمكن أن يكون منه مثل ما تقدم نية الوضوء، الوضوء هل هو عبادة يجب له النية أو ليس عبادة لا تجب له النية في الوضوء، وأن الواجب في النية هو في التيمم كما يقولون، بخلاف النية في الوضوء. عند النظر يتبين أن القياس الجلي الواضح هو إلحاق الوضوء بالصلاة لا إلحاقه بإزالة النجاسة، وكما تقدم المدار على الدليل، لأنه أحيانا قد يأتي الحديث أو الدليل بلفظ محتمل ثم تأتي أدلة أخرى، أدلة أخرى تشهد لأحد اللفظين، كما تقدم في حديث الشفعة: الجر حقه بصقبه. أيضا من ذلك تقديم الجلي من الأدلة الذي لا لبس فيه على الخفي، إما خفي في دلالته أو خفي من جهة الاحتجاج به، في باب الترجيح، في باب الترجيح، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة أن النبي عليه السلام أنها قالت: يا رسول، أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال: أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر، تصدقنا ولو من حلويكن،
كما صحيح مسلم حديث ابن عمر، وجاء في حديث أخرى أنه أمر النساء يتصدقن. جاء في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة صدقة في مالها بعد لا يحل صدقة مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. ثلاثة حديث من جهة النظمة فيها خفاء، وسنده ليس مماثل لأسانيد تلك الأخبار، ولهذا رجح الدليل الواضح الجلي وهو أن النساء تصرفن في أموالهن لأنها ما دامت رشيدة فهي كالرجل لا فرق، وهي تملك ما تصرف فيه. وكذلك أيضا حديث النهي عن خاتم الحديد في الصحيحين أن النبي قال: التمس ولو خاتم الحديد، في بحث في هذا في معنى حديث بريدة وما جاء في معناه. وقدم الجلي من أدلة على الخفي لا عرتك ذلة، وقدم النطق على القياس ثم الجلي منه عند الناس، النطق عن الكتاب والسنة على القياس. هو في الحقيقة هذا موضع نظر، إذا كان القياس صحيح لا يمكن أن يعارض النص أبدا، إذا كان القياس لا يمكن أن يعارض النص، فإذا عارض النص إما أن يكون قياسا فاسدا أو النص لا يصح، فلا وجه لي قدم كيف نقدم النص على القياس ثم الجلي منه عند الناس، يعني وقدم النص على القياس ثم الجلي منه عند الناس، يعني هنا يقول الشارح: يقدم الظاهر على المؤول واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، ويقدم النص أو النطق أي النص من كتاب والسنة على القياس، وكذا يقدم قياس الجلي كقياس العلة على قياس الخفي كقياس الشبه. هذا واضح، قياس الجلي على قياس الشبه هذا واضح، يعني لأن قياس الشبه إما أن يقال أنه ليس بحجة أو أن هذا القياس ليس قياس شبه أصلا، فيقدم من جهة رجحان الدليل مثل ما يقدم النص الصحيح على النص الذي فيه ضعف أو في دلالة احتمال. لكن دليل من النطق من الكتاب والسنة على قياس هذا إما أن يكون القياس لا يصح، أو يكون هذا الدليل المذكور المنقول عن النبي عليه السلام لا يصح. نعم. قال رحمه الله: صفة المفتي والمستفتي يكون ذو الإفت غزير العلم أصلا وفرعا مع حسن الفهم، يفسر السنة والكتاب ويعرف اللغة والإعراب، وكاملا أدلة مجتهدا، والشرط في السائر أن يقلدا، وهو الذي يقبل ما قد قيل من غير أن يرى له دليلا. هذه المباحث تتمة في باب الأصول، وهم يذكرونها عادة في آخر أبواب الأصول، وهو صفة المفتي والمستفتي. المفتي يشترط أن يكون غزير العلم، لأنه كما يقول يوقع عن الله سبحانه وتعالى إعلام موقعين، فلا بد أن يكون غزير العلم، هذا من حيث الأصل. لكن جوز العلماء لمن كان عالم مسألة من المسائل وقد استوفى هذه المسألة وما تحتاج إليه، أو كانت هذه المسألة مسألة في باب معين لا يحتاج إلى أصول خاصة، فلا بأس يفتي، هذا منقول عن بعض السلف. إنما الأصل يريد أن يتصدر لهذا الشيء لابد أن يكون غزير علم، هذا واضح، لأنه لابد أن يكون عالم بالأصول عالم بالفروع، وليس المعنى أنه يعلم جميع الفروع، لا، إن جملة من الفروع أو هو متهيئ للعلم فروع ما حسن الفهم، لأن هذه أصول يبنى عليها فروع، فلا بد أن ينزل الفروع على الأصول وكذلك الفروع على القواعد الفقهية، وهذا يستلزم منه فهما لهذه القواعد حتى ينزل ويستخرج الفروع عليها. كي يفسر السنة والكتابة، إذا يفسر السنة معنى إما بالفعل أو بالقوة، لا يشترط أن يفسر السنة معنى أنه كل شيء يفسره، لا، هو متهيئ، قد يسأل عن مسألة أو تفسير آية يقول أنا لا أعلم معناها، وهذا لا يدعي أحد، العلم كثير،
ما حد يدعيه. قال محمد أو إسماعيل محمد بن سعد بن وقاص في يوم الأيام ذكر حديثا فقال الزهري لا أعرفه لا أعرفه. فقال له إسماعيل محمد هل تحفظ سنة النبي عليه السلام؟ قال لا. قال تحفظ نصفها؟ قال أرجو. قال اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه. يقول له إذا كان هذا الزهري رحمه الله فلا أحد يدعي ذلك ولا يمكن. كذلك العالم والمفتي متهيئ، فإذا سئل عن شيء فإنه إذا راجعه يعرفه بالقوة لا بالفعل، بالقوة، وقد يقف لا يظهر له، لكن هو عنده آلة البحث والنظر. يفسر السنة والكتاب، معرفة السنة والكتاب مهم لأنها أصول تبنى عليها الفروع، ويعرف اللغة والإعراب. اللغة لا بد أن يكون عنده علم، ليس المعنى أنه يعرف دقائق اللغة، لا، إنه يعرف اللغة وهو الكلمات العربية إلى كلمات، ويعرف الغريب أو يتهيأ لمعرفة الغريب، لأن السنة فيها ألفاظ ويحتاج إلى معرفة اللغة، وهذا من كلام أهل العلم وكتب الغريب. والإعراب، لأن يعني كثير من الأحكام مبنية على الإعراب. هناك مثل قول النبي عليه السلام لا يبولن أحدكم الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل، هل هو بالجزم أو لا يغتسل بالضم أو يغتسل، كل الحركات الثلاث جاءت في هذا الحب. وإن كان الأظهر فيه لا يغتسل، لا يغتسل يعني ثم هو يغتسل، تكون هذه الجملة جملة خبر لمبتدأ محذوف محل رفع ثم هو يغتسل، لكن رويت بالجزم عطفا على محل لا يبولن لأن محله الجزم. ويختلف الحكم بحسب الإعراب في هذه المسألة. كذلك قول النبي عليه زكاة الجنين زكاة أمه، هل هو بالضم أو بالنصب؟ الصواب بالضم كما قال الجمهور. زكاة الجنين زكاة، زكاة الجنين مبتدأ وزكاة خبر، أو زكاة على قول الأحناف أي على نزع الخافض أي كزكاة أمه. فوقع الخلاف للاختلاف في إعراب هذا الحديث، وبالتأمل يتبين أخبار كثيرة في هذا الباب. قال ويعرف اللغة والإعراب وكاملا أدلة مجتهدا، يعني الكمال الذي يحتاج إليه، لا الكمال الذي يذكره بعض الأصوليين وبالغوا في هذا. قال بعض العلماء لعله ابن عقيل أو غيره ذكروا شروطا قد لا توجد في أبي بكر وعمر، هذا من غلوهم، من غلوهم. إن المقصود هو أن يكون عنده الكمال النسبي الذي يحتاج إليه في النظر والبحث. والشرط في السائل أن يقلد، الشرط في السائل أن يقلد، لأن السائل لا مذهبه، مذهبه مذهب شيخه، هو ما له مذهب، لأنه لا يعرف أخذ المسائل، فلا يقول أنا حنبلي أنا شافعي أنا مالك أنا حنفي، لأن مثل هذا يعرف أن يأخذ المسائل، إن مذهبه مذهب شيخه، لكن عليه يتحرى حين يسأل في أمر دينه أو في أموره من معاملات وغيرها، وهو الذي يقبل ما قد قيل، لا يسأل عن الدليل. لكن المفتي والعالم إذا علم أن مثل هذا يحسن ذكر الدليل فلا بأس، وقد يكون عنده ذكر الدليل أو لا إذا علم أن ذكر الدليل يشوش عليه أو يفوت فهمه للمسألة من غير أن يرى له دليلا، يعني لا يحتاج إلى دليل، بل هو يسأل ويريد بذلك معرفة الحكم فيبين له الحكم. إنما الذي يحتاج إلى الدليل هو طالب العلم الذي يبحث في مجالس العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الاجتهاد، الاجتهاد بذلك المجهود أي طاقة لتبلغ المقصود، وشرط من يجتهد التبحر، وفطنة كاملة تبصر، وأن يكون كامل الأدلة محصلا من العلوم جملة من الفروع والأصول والأدب، ليسهل استنباط ما له طلب، فإن أصاب فله أجران، وفي الخطأ أجر بلا نقصان،
وفي الفروع واحد مصيب، وقيل كل باذل مصيب، وقيل كل باذل يصيب. أما أصول الدين فالمصيب لا يكون إلا واحدا قد كملا في مسجد القطب الإمام الجامع بحر المعارف الخضم الواسع محمد بن قاسم ذي المدد، لا زال يرقى في مراقي السؤدد مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا. أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة وتابعيه من جميع الأمة عام 838 من بعد 1000 قد مضت للهجرة. نفع من قرأه بنية فإنها المفتاح للعطية. أبياته 99 على عدد أسماء إلهنا علا. بارك الله فيك. يقول رحمه الله: اجتهاد. لما ذكر صفة المفتي والمستفتي ذكر الاجتهاد، وكما تقدم يذكرون هذه المباحث في آخر أبواب الأصول. الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة، والمعنى لا بد أن يبذل وسعه وجهده حتى يحصل ما يعني تلين أو تطيب به نفسه في بحثه في هذه المسألة، لابد، وإلا فلا يسمى مجتهد إذا كان بحثه قاصرا. ولهذا لابد أن يكون مجتهد ناظر في الأدلة وينظر في الأقوال، فلو أنه نظر في كتاب ولم ينظر في كتاب آخر فيه أقوال أخرى يمكن يكون الصواب في القول الثاني الذي لم يذكر. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أنه نقص بالعالم أن لا يعرف الخلاف، قد يكون القول الصحيح هو هذا القول الذي لم يطلع عليه. هذا واقع كثير من المسائل، يكون القول الصحيح فيها وخلاف ما ذكر، خلاف ما نشأ عليه وتربى عليه أو درسه. لا يشرع أن يجتهد في البحث. الاجتهاد بذلك المجهود أي طاقة لتبلغ المقصود، وهو حصول البحث التام فيما يراجعه، بل هذا واجب عليه، يتعلق بالدين، وتكون مسألة ونازلة لغيره أو له، أو يريد أن يبحث لأجل أن تحصل له رتبة الاجتهاد أو لأجل أن يبين للأمة هذه الأحكام. وشرط من يجتهد التبحر وفطنة كاملة تبصر. وسبق في المفتي يعني وأن يكون كاملا أدلة مجتهدا، وهذا هو معناه هنا التبحر، السعة في العلم. وليس المعنى أن يكون بحرا في العلم يحيط بعلم، لا، إنما تكون عنده آلة وأصول وقواعد ومعرفة بالفروع وإلحاق الفروع بالقواعد أو إدخاله تحت القواعد واستخراج الفروع من القواعد الفقهية، وكذلك دخول هذه الفروع تحت تلك القواعد الأصولية، أو كيف تستخرج أحكامها من القواعد الأصولية من الفروع والأصول والأدب ليسهل استنباط ما له طلب من الفروع والأصول والأدب. وهذا تقدم الإشارة إليه في قوله أصلا وفرعا. أصلا قوله والأدب هذا من باب التتمة، وذلك أن قد يحتاج طالب العلم أو المجتهد إلى الاستدلال على بعض المسائل من كلام الأدباء أو من الشعر، وهذا مما يسهل له الاستنباط حين يستدل مثلا من الأدب شعرا أو نثرا، مما يعين على فهم الكتاب والسنة، وهذا إذا كان من كلام العرب. فإن أصاب فله أجران، وهذا ثابت الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران يخطأ وإن أخطأ فله أجر، حديث عبد الله عمرو بن العاص. وجاء وشار البخاري جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: وفي الخطأ أجر بلا نقصان. فالإصابة أجر الاجتهاد وأجر الصواب، والخطأ أجر الاجتهاد. وفي الفروع واحد مصيب، وقيل كل باذل يصيب. هذه مسألة وقع فيها خلاف، هل كل مجتهد مصيب في الفروع
وعند النظر قد يقال لا خلاف، من قال إن المصيب واحد المعنى أن الحق واحد، لأن النبي قال فإن أخطأ فله أجر، فالمصيب واحد والمخطئ والمصيب واحد والثاني مخطئ. ومن قال إن كل واحد مصيب أراد بالإصابة في من أصاب عين المسألة فهو أصاب ظاهرا وباطنا، ومن قال في من اجتهد وأخطأ مصيب أراد أنه مصيب في اجتهاده، هو مأمور بالاجتهاد وهذا الفعل هو غاية وسعة، فهو مصيب ببذل جهده ولا تبعة عليه، وهذا هو الواجب عليه، وهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أخطأ فله أجر. أما أصول الدين فالمصيب لا يكون إلا واحدا قد كملا، أصول الدين فالمصيب لا يكون إلا واحدا قد كملا. بعضهم أدخل في أصول الدين هذه الأمة وغير هذه، والصواب أن يقال النظر في أصول الدين لهذه الأمة. أما حين يكون الكلام عن اليهود والنصارى وغيرهم فهذا لا خلاف أنهم لا يدخلون في هذا، لا يدخلون في هذا، لأن المراد من يقع منه الاجتهاد من هذه الأمة. ثم هم أقسام، منهم من يكون خلافه محتمل فهذا معذور ويؤجر، منهم من يكون خلافه منابذ للأدلة ومصادم للفطر، مثل هذا خطأه لا يقال قد أخطأ، مثل ما يقع من الجهمية وأمثال، فأقوالهم مصادمة للنصوص، مصادمة للعقول، مصادمة للفطر، فهذا لا يقال فيه اجتهاد. إن بعض البدع الصغار التي قد يقع فيها من يقع فهذا قد يحتمل من جهة أنه يقال إنه حين اجتهد وهو يرجو الحق لكنه لو موفق له ففي هذه الحالة يبين، لكن لا يشنع عليه معنى أنه يسب أو يشتم نحو ذلك. ولهذا وقع كثير من علماء هذه الأمة في أخطاء في هذا الباب، وأهل العلم ينقلون عنه فوائد ولا يجوز التشنيع عليهم، لا يجوز التشنيع عليهم إلا من علم أنه عاند وأراد خلاف الحق. أما أصول الدين فالمصيب لا يكون إلا واحدا قد كملا. ثم ختمها رحمه الله بأنه قد ذكر هذا النظم أو تمت في مسجد الإمام الجامع بحر المعارف الخضم، هنا عاد مبالغة القطب، وهذه العبارات تقع لهم بعض العبارات التي فيها غلو قد لا يوافقون عليها، وقع فيها مصنف رحمه الله بحر المعارف الخضم الواسع محمد بن قاسم ذي المدد، يعني هنا يعني حين يريد المدد كأنه مراد به البركات الحاصلة بتعليمه، ليس المعنى أنه استغاث به نحو ذلك، وهو فسره ذكر في الشرح شيئا من هذا، والمدد الزيادة وهو الفتوحات والبركات التي حصلت بسبب علمه، لأنه يعني من أهل العلم في ذلك الزمان، وهذا الشيخ الذي ذكره لا يزال يرتقي في مراقي السؤدد مؤيدا ورافعا، أن ارتفع مرفوعا رافعا يعني من اتبعه على طريقة العلم فهو مرتفع مثله، مرفوع رفع بالعلم يرفع إلى الذين أمكوا الذين أوتوا العلم درجات، وتابعا لجده متبوعا أيضا تبعه من تبع على هذا الطريق، وتبع أهل العلم في زمانه وتبعه أناس من العلم فساروا على طريقته. ثم ختم كما بدأ رحمه الله، أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، فختم بالحمد. وهذا ورد في حديث ذكر ابن السني وذكر القيم رحمه الله أنه عليه الصلاة قال لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول الدعاء في أوسطه وفي آخره، وبهذا يجعله يعني يختم به على هذا. لكن في باب الدعاء يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي عليه السلام، ثم الدعاء، ثم الثناء، وآله وصحبه الأئمة وتابعهم من جميع الأمة. وتقدم الصحب
والعلم والتابعي هو من لقي الصحابية صحابية أحد الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه. ولا اشترط التابعي أن يلقاه على الصحيح مسلما خلاف الصحابي، فلا بد أن يلتقى النبي مسلما، وقع خلاف التابعي، لكن الأظهر أن التابعي لا يشترط، فلو لقي صحابيا وهو غير مسلم ثم أسلم فله وصف التبع، لأن الصحبة لا شرف ليس كغيرها من جميع الأمة عام 38، يعني يكون تصنيفه وله 38 سنة، لأنه ولد 1270 للهجرة، توفي 1339 قبل وفاته 31 سنة، وكان عمره له 38 سنة من بعد 1000 قد مضت الهجرة. ينفع من قرأه بنية، وهذا هو العلم النافع، من قرأه بنية، كما قال أحمد رحمه الله لما قيل له في طلب العلم قال تكون له نية، طالب العلم من شرطه في طلب أن تكون له نية، قيل كيف تكون له نية؟ قال ينوي نفي الجهل عن نفسه وأن ينفع غيره. ينفع من قرأه بنية، فإنها المفتاح للعطية، لا شك أن هذا مفتاح عظيم للهبات والعطايا منه سبحانه وتعالى للعبد حين يقرأ بنية، مفتاح. ومعلوم أن المفتاح إذا كان له أسنان فتح، إذا كان له أسنان فتح، فكذلك النية الصادقة هي المفتاح وهو العلم النافع. أبياته 99 على عدد أسماء إلهنا على سبحانه وتعالى لحديث إن 99 اسما من أحسن دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماءه سبحانه وتعالى هي هذه الأسماء، إنما له 99 اسما سبحانه وتعالى وليس المراد حصرها، فله من أسماء الأسماء العظيمة كما ورد في الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.